السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل جميع مسائل الباب الرابع أو مسائل فرضية. الأفكار كلها بتتمحور حول قانون واحد، القانون هو كيو يساوي نفذ. ممكن تحفظوها كده، نفذ يعني ايه؟ نفذ أساسا الـN وهي عدد المولات، الـF الفارادي، الـZ هو التكافؤ العنصر اللي هو مترسب أو مستخدم، الـQ وهي الكمية الكهربائية. طب ازاي القانون ده هيحل كل حاجة؟ القانون ده هيتفك، ممكن يبقى كبير تقدر تلمه تاني. يعني كيو بيساوي الاي في تي، هيساوي الاي لو شطر طبعا، والتي لو الزمن، وده عندنا في الفيزياء يعني. والان يساوي الكتلة، كتلة المادة على الكتلة المولية، والاف زي ما هي يعني 9 6 9 6 5 0 0 في تكافؤ العنصر اللي انت عارفه. تمام. لو قلنا مثلا في مسألة بتقول احسب كتلة الكالسيوم ومترسبة على الكاثود عند امرار كمية كهربية مقدارها تسعة آلاف ستمائة وخمسين كولوم في ماسور كلوريد الكالسيوم. والكالسيوم ومدينا الكالسيوم 40 اللي هو الكتلة المولية يعني. تمام. كلوريد الكالسيوم الرمز بتاعه ايه؟ Ca Cl2. والكالسيوم احنا عارفين هو ثنائي. تعال نطبق القانون، كيو يساوي نف كيو ومديها لنا بكام؟ 9650 يساوي ال N اللي هو عدد المولات، وقال احسب ايه؟ الكتلة، ولأن احنا عارفين عدد المولات بيساوي كتلة على كتلة مولية، وهو عاوز الكتلة المولية عندنا بكام؟ بـ40 في الفرادي، هنفكها بالكولوم في التكافؤ اللي هو باتنين، يبقى كده على اتنين في الواحد على اتنين فيها الـ20. ودي كلها كده مع دي، ويفضل 10 هنا، يبقى 10 على 20 صفر من الصفر، يبقى دي واحد، يبقى الكتلة على الاتنين بتساوي واحد، يبقى الكتلة بتساوي نص، الكتلة بتساوي نص جرام. اللي مش فاهمها يجيبها واحدة واحدة. انت عندك مجهول في طرف، معادلة عادية خالص، أو مش معادلة كمان، ده أنت هتودي الكتلة لوحدها في طرف وتحسبها. تمام كده أول حاجة. طب لو هو غاز، لو غاز هيتغير، هيبقى اتنين نفس كيو بيساوي اتنين نفس برضه زي ما هي. وخليك عارف ان الحجم اللي ممكن نطلبه بيساوي عدد المولات في 22.4. تمام. طب في الافكار ايه تاني اللي لسه
ممكن يطلب منك الكثافة، ممكن يطلب الكثافة، هو مش يطلب الكثافة، هو يديك الكثافة عشان ممكن يطلب السمك، لأن المسألة دي في كتاب الامتحان بتاعت السمك، هو مديك الكثافة. الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، تمام. هو مديك الكثافة والكتلة تبقى موجود، طلع انت الحجم، وبعدين تروح تاني الحجم بيساوي السمك في المساحة، هيديك اكيد المساحة، هو مديها هنا في المسألة، هتجيب السمك، ودي مش بتيجي كتير يعني، لكن لو سألك، تمام، أعتقد كده مفيش حاجة تانية، يعني هو كده خلاص، بس تركز بقى في القانون، إنك تفك القانون، وتقدر تجيب منه أي حاجة، يعني مثلا تعال نكتب القانون تاني. لو اداك مثلا كتلة المكافأة، لو اداك مثلا كتلة المكافأة الجرامية تساوي كتلة المادة المولية، كتلة المولية للمادة على التكافؤ. طب ما انت عندك هنا في الكيو بيساوي ان في اف على زد كتلة المادة على الكتلة المولية في فاراداي في التكافؤ، تكافؤ على الكتلة المولية، يبقى واحد على الكتلة الجرامية المكافئة. يعني لو اداك الكتلة الجرامية المكافئة تقدر تعوض في القانون برضه وتقول كيو بتساوي الكتلة في فاراداي في الجرامية المكافئة، فأنت تقدر تتصرف في أي حاجة. لو طلب شدة التيار الـ I في الـ T بيساوي كذا، نفس القانون، يطلب الزمن هتجيب الزمن، فكل حاجة متوفرة في الكلام ده. وعلى فكرة في الكيمياء مش شرط تكتب قانون معين في حل المسائل، المهم توصل للايه، للنتيجة النهائية بطريقة صحيحة علميا. ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.